مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر كما تشاهدون هنا من دوار ايت بلقاس ب ايت بلقاسم عفوا بجامعه سيدي احمد عمر اقليم تارودانت. كما كتشوفوا هذا منزل متساقط وآيل للتساقط بطبيعه الحال مع استمرار الوقت، كما قال صاحب المنزل اللي كيقطن فيه رفقة الأم ديالو في ظروف مزرية. طبيعة الحال غادي تحدث لنا بخصوص يعني المعاناة ديالو مع هذا الخطر الذي يحدق بحياته رفقة الوالدة ديالو، فغادي نعطيه بطبيعة الحال الكلمة باش انه يتحدث لنا بخصوص يعني المعاناة ديالو اليومية وظروف العيش بطبيعة الحال. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. عاود لينا السميه ديالك اخويا. انا اسمي مسكين طاهر واسكن العمر ديالك. اسكن بدوار اضرب الدارجه سيدي. شحال في العمر ديالك؟ العمر ديالي 41 سنه. الدار يعني عاود لينا على الدار كيفاش طاح؟ يعني السكنه هنايا سكنه قديمه، سكنه قديمه عائله للسقوط ومع استمرار الوقت تتساقط، خصوصا وقت الامطار وقت نزول المطر. و بالدارجه باش الناس يفهموك، فهمتي؟ هضر دابا كتلقى صعوبه باش تهضر باللغه العربيه، هضر بالدارجه كما كنهضر معك دابا وعاود الناس كيفاش هاد الدار طاحت والظروف ديالك اللي كتعيش. المهم بغيت شي واحد اللي يساعدني في يصلح هذا المنزل. كيفاش طاحت اسيدي هاد الدار؟ الدار بناء متهالك، البناء هنا متهالك. كي سميتو كيفاش طاحت؟ علاش طاحت؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ البناء يعني قديمة، بناء قديم، بناء ما صحيحش، بناء ما صحيحش، ما اللي بنوها ما داروش السيما مزيان، ما داروش الاساسات ديالها، ما داروش البودرات، يعني بنوا بناء عشوائي. بناء عشوائي و يعني طحت، ولكن حنا بعادين من البلاصه اللي طحت، بعادين منها. جيتوا من الموت ربما كنتوا يعني حنا بعاد على البلاصه اللي حنا ساكنين في بيت اخرى، وهذا المكان هذا هو اللي طاح بزاف. وكاين سميتو السقف العلوي، السقف اللي هو سقف علوي، سقف علوي حتى هو عائل للسقوط مع استمرار الوقت. وربما في يوم من الايام سنسمع، يعني غادي نسمعوا شي سميتو شي بناء طاح بقوه ولا يرتفع صافي، والحمد لله. يعني احنا ما عرفناش اش بيوقع، احنا ساكنين تحتو وما عرفناش اش بيوقع، واش غادي يطيح مره ولا الله اعلم. يعني خايفين على روسنا، يعني احنا خايفين على روسنا منه. وبينا شي واحد ابسط حاجه، هو بينا شي واحد يصلح لينا يعني ما كازال لي سميتو باش نديرو الكتيبه ديالنا. يعني كيفاش كتعيش انت والوالده ديالك؟ عاود لينا الظروف ديالكم، كيفاش كتعيشوا؟ يعني احنا حاله ضعيفه، احنا عايشين بالله الله، احنا عايشين بالله الله. كان سميتو كان ما خدم علينا حتى حد، احنا في الدار بوحدي انا ووالده، احنا اللي ساكنين. الورثه كل واحد فين ساكن، كل واحد فين داير السكن ديالو، بعاد منا. بعض المرات كيجيو يزورونا، ولكن حتى هما الحاله ديالهم ضعيفه، عندهم كريديات ما يمكنش يعاونوا الوالده في حاجه. الوالده مسكينه كان عندها شي سميتو شي خياطه صغير كرينه ديال الحوايج ديال الروتوشات، كديباني فيهم الوقت شي حاجه قليله، ولكن داكشي قليل بزاف. ما يعني لا يسمي ولا يغني من جوع. وانا عندي يوم الخميس فقط السوق الاسبوعي. السوق الاسبوعي كان ديك الكريسه تاع اليد كنصور بها مثلا شي 50 درهم ولا 60 درهم، وكنجيب بها خضيره، نجيب بها يعني مسائل ديال التنظيف ولا شي حاجه مهمه. وبعض النهارات كندير واحد النهار ديال السوق، ذاك المدخول ديالو كامل ديال 50 درهم ولا 60 درهم، كنجيبها كنحطها في سميتو في خلاص ديال الكهرباء.
يعني ما كتقد كاع العين. يا واه هادشي اللي كاين. ايوا هو دير شي كتيبه صغير كرينا شي كتيبه شي دير واحد 6 دريوس ديال الخرفان وجوج نعجات صغير كرينين يعني كتيبه صغيره. هو هادشي اللي كاين كنتسناهم على مده ديال 2 سنين يلاه تبان فيهم النتيجه. هذا هو الناس عايشين هذا الشيء اللي كاين واللي عطى الله. المهم كان كنديباني الوقت كنمشي للسوق كنمشي للسوق الجمله كنلقتو شي حاجه للنعيجات ونلقتو شي خضيره ونطلبو شويه موالين خضره كل واحد يعطينا شي شويه وهذا الشيء باش كنديباني الوقت. هذا هو كنطلب دابا من المغاربه اللي كيشوفوك. ايوا كنطلب شي واحد شي محسن خصوصا في هذا الساعة المباركة ديال مراقبة هلال شهر رمضان كنطلب شي محسن إلى بغى يدير شي زكاة إلى بغى يخرج شي زكاة في هذا الوقت الله يجازيه بخير يتعاون معايا جوج حلول. يا إما يصيفط لي واحد مبلغ مالي باش نخلص الورثة الحقوق ديالهم يا إما المبلغ المالي راه المبلغ يعني جوج حلول يصيفط لي مثلا مبلغ مالي الى بغى يدير الزكاه يصيفط لي مبلغ مالي باش نخلص الورثه الحقوق ديالهم لانهم يعني مزيرين على حقوق على الحقوق ديالهم كل مره كيجيو كيقولوا لي اودي خصنا نديروا الحل خصنا نديروا الحل. كنقول لهم اودي الحل ديال هذا الدار ما عندها حل الا شي يرد على شي وطالبيني تقريبا بشي 60,000 درهم يعني جوج ورثه طالبين بشي 60,000 درهم يعني 6 المليون 3 المليون لواحد هادشي باش طالبيني و انت باغي تصلح هاد الدار يعني باش ايوا هاد الدار مكرات في اقرب وقت نصلح بعدا غير ما كازا فين ندير يعني فين ندير شي نعيجات وشي خرفان باش نزعم شويه مع الكتيبه لان ما عنديش فاش ندير الكتيبه كتيبه الحاله ديالها فاش كاينه مزريه ما يعني الا درت مكازا بعدا غادي ترخرخ شويه الكتيبه غادي تكون كتيبه مزيانه تكون يعني حاله ديال الكتيبه مسلكه. قول الناس الرقم ديالك اللي بغا يتعاون و سميتو بلاتي واحد اضافه يعني جوج حلول يا اما يصيفط لي مبلغ مالي كما طالبين لي الورثه باو 3 مليون الواحد 3 مليون الفرنك الواحد يعني 60,000 درهم 30,000 درهم الواحد 60,000 درهم في المجموع يا اما سميتو يتعاون معايا في سميتو في مواد البناء في مواد البناء ديال هذا المكازا باش ندير فيها مشروع باش نستثمر فيه ونعيش به الوالده الله يجازيها بخير بعدا راه واقفه معايا. هو الرقم ديالي في سميتو في الهاتف الصغير اللي هو هاتف بدون بصمات هو 06 65 63 80 86. كاين الرقم الثاني ديال الهاتف هو 06 01. دير هذا ديال البصمات ايه 06 01 06 01 66 74 03. والرمز ديال المغرب راه 212. وشكرا للجميع والله يجزيكم بخير. ما خفتوش على راسكم يعني طيح عليكم هادشي؟ المهم حنا في حالة تخوف مع الوقت حنا في حالة تخوف ربما حنا اصلا يعني في حالة تخوف في هادشي لان البني هنا الحديد راشي مثل مازال البني مثل قد مازال يهز راسو. انتم اخواني الكرام متابعي قناة شوف تي في كما تشاهدون معنا منزل قد تساقطت بعض اطرافه بطبيعة الحال مع توالي يعني مع توالي تساقطات المطر كما كتشوفوا واحد خطر محدق يعني بهذه العائلة اللي كتقطن يعني داخل هذا المنزل القديم كما كتشوفوا معنا يعني حتى ايضا الجدران ديالو السقف ديالو انتم كما كتشوفوا اخواني الكرام يعني متهالك وقد يتساقط في اي وقت. كنتمنى يعني ان الرساله ديال هذه الاسره هذا الشاب اللي كيعيش رفقه الام ديالو انها توصل طبيعه الحال يعني توصل الاذان الصاغيه. الى هنا اخواني الكرام ناتي على نهايه هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم في بث اخر. الى الملتقى.